لا تخلد عظماء الفن نتاجاتهم وصورهم فحسب، فقد تتنازل من الأوتار أنامل مبدعة في كل جيل. هذا ما أوحى به أول حفل يقيمه بيت العود العدني بعد تأسيسه من قبل نخبة من أساتذة عازفي هذه الآلة الشرقية الخالصة. بادرة عظيمة وجميلة، وكان اليوم احتفالية لوالدي الفنان الكبير أحمد بن أحمد قاسم، وأبدع كل من عزف من الشباب. أتمنى لهم دوام الاستمرارية، وأتمنى لهم أن يحدو حدو الفنانين الكبار وعدن ولادة. هو أول كيان موسيقي متخصص لعازفي آلة واحدة، هي آلة العود الأكثر ارتباطا بالفن اليمني، ويهدف القائمون على هذا الكيان إحياء التراث العدني والوصول بالمواهب إلى مصاف الاحتراف. يسعى لتنمية المهارات وتطوير القدرات الأداء الموسيقي لآلة العود، ولنشر الوعي الموسيقي ورقعة العازفين في بآلة العود بأساليب متطورة. معزوفات أغاني الموسيقار الكبير أحمد قاسم وبأنامل أحفاده لاقت تفاعلاً من قبل الجمهور المتعطش للفن الجميل ولأجواء الفن التي تخرجهم من أجواء الحرب وأزماتها. وهذه رسالة لمن في الداخل والخارج بأن عدن ما زالت كانت وما زالت ولادة بالفن، ولتؤكد رغبة عدن استعادة مكانتها الثقافية والفنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.